في ناس كتير بتسألني ايه افضل كتاب اقراه في السوفت وير ديزاين، هشارك معاك خبرتي، لكن طبعا افضل كتاب مش شرط اكون انا اللي قريته. اول كتاب عجبني جدا هو كتاب بتاع الويب جروب. كتاب الويب جروب دوت كان بيشرح ببساطه ايه الاوبجكت اورينتد، وبصراحه انا كان بالنسبه لي الاوبجكت اورينتد خيال علمي قبل ما اقرا هذا الكتاب، ففهمت يعني ايه الكتاب دوت، وده قريته في اول كتاب كان كتاب الهيد فيرست، وبصراحه كان كتاب رائع، فهمني يعني ايه باترن وادى امثله عمليه، ولكن واقعيا مش بيربطك قوي بالتطبيق. يعني شعرت ان لو ما كانش عندي خبره ما كنتش عرفت اطبق الكلام الموجود دوت، وما زلت لحد دلوقتي فاكر مثال الكومن باتن وعلاقته بالريموت كنترول. بعد كده مجموعه قراءات داخل مقالات في اي بي ام ومايكروسوفت ساعدوني كتير جدا، بالذات المقالات اللي ليها علاقه بالاي بي ام واللي كانت مشروحه ساعتها بلغه الجافا، وانا بكلمكم في 2005 تقريبا. كان اضافه ليا فعلا الكتاب بتاع مارتن فاولر واخرين، والكتاب دوت كان بيتكلم عن الديزاين باترنز بس من خلال الانتربرايز، فبيدي امثله لباكج من الباترنز مع بعضيها وبيتكلم عن اكتر من باترن. الكتاب فيه نوع من انواع الفلسفه وفيه نوع من انواع التطبيق، لكن واقعيا بالنسبه لواحد كان خبرته مش ضخمه قوي في المجال، اللي انا بكلمك على حاجات في اوائل الالفينات ومنتصفها، كان وجدت بعض الصعوبه، لكن مع الوقت قدرت افهم حاجات كتير ما كنتش فاهمها. اتمنى تكون دي اجابه سريعه ومختصره ليكم ومفيده، ولو انت عندك كتاب ترشحه لنا يا ريت.